القاهرة تقدم النيل بيسأل، مسابقة يومية على هواء البرنامج العام، مقدمة من إدارة التوعية والإرشاد المائي بوزارة الموارد المائية والري. وفيها النيل بيسأل، وزي كل سنة بنتكلم عن حابي النهر العظيم، وبعد كلامنا يجي سؤالنا، واللي يجاوب السؤال يبقى ليه جوائز قيمة، لكن أكبر جايزة هي إننا نحافظ على كل نقطة مية. يرتكز تعاون دول حوض النيل على استفادة دول الإحدى عشر التي يمر بها نهر النيل بأقصى درجة من مياه النهر، وذلك في توليد الطاقة الكهربائية، الزراعة، الملاحة، مياه الشرب، الثروة السمكية وغيرها. وقد أبدت مصر الأكثر خبرة استعدادها للإسهام فنيا في هذه المشروعات وتقديم الخدمات الاستشارية والتصميمات الخاصة بها، بشرط أن لا يضر أي مشروع يقام في دولة بمصالح دولة أخرى. وبالطبع فإن مصر والسودان كدولتي مصب النهر تتأثران بأي مشروع يقام في أعالي النيل، بينما لم يحدث العكس عند إنشاء السد العالي مثلا، لأن السد العالي تم إنشاؤه في نهاية رحلة النهر. وسؤال حلقتنا النهاردة، أثر إنشاء السد العالي بالسلب على أعالي النيل، هذه العبارة صحيحة أم خطأ؟ وبكرة سؤال جديد، وعشان تشترك في المسابقة ابعت 10 إجابات صحيحة قبل نهاية شهر يوليو على القاهرة، مبنى الإذاعة والتلفزيون، ماسبيرو، الدور الرابع، مسابقة النيل بيسأل، مع تحيات مروة خير الله، سمر سعيد لطفي، سامي الشيمي، وأيمن فتيحة.